مع أن ظهر المعارض الإيراني روح الله زم وهو مدير موقع أمد نيوز ميديا معصوب العينين ومكبل اليدين، وبحسب التلفزيون الإيراني إنها مشاهد التقطت بعيد توقيفه، حتى أعلنت استخبارات قوات الحرس الثوري بأنها قامت باستدراجه إلى إيران في عملية طويلة ومعقدة. كانت بانتظاره قوات من الحرس الثوري اقتادته بطائرة خاصة إلى طهران. مخابرات الإيراني من زمان، منذ 40 سنة، بيستفيدوا هذا المكر مخطط، وباخذ ناس من أوروبا تخلونهم في إيران وبقتلونهم. مواقع إخبارية اتهمت زميلته في الموقع شيرين نجفي المقيمة في تركيا بأنها استدرجته إلى العراق بزعم موعد مع مكتب السيستاني في النجف لاستلام مبلغ 15 مليون دولار لتمويل قناته الفضائية، إلا أن شيرين نجفي نفت ذلك. أنا علاقتي جيدة مع أسرتي.